حضراتكم مرة تانية، لسه مستمرين معاكم في هذا الصباح. في أماكن كده لما بتروحها في رمضان بيبقى ليها طابع خاص جدا. رمضان قرب يجي، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وكل المسلمين طيبين في جميع أنحاء العالم. في أماكن بتبقى مرتبطة جدا برمضان، بيبقى ليها روح معينة في رمضان. شارع المعز لدين الله الفاطمي اللي احنا هنتكلم عنه في حلقة النهاردة من هذه الأماكن. مكان بيضم كل طبقات الشعب المصري، مكان قريب جدا لقلوب كل المصريين. هنتكلم عن المساجد الموجودة في شارع المعز، المنطقة المجاورة ليه، وأيضا الحرف التقليدية المهمة جدا في هذا الشارع، وده مع الأستاذ محمد خليل المشرف العام على إدارة التنمية الثقافية والوعي الأثري بالجمالية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبين. طيب اسمح لي في البداية، نحن عايزين نتكلم أكتر عن شارع المعز، أهم الآثار الموجودة هناك، أهم المساجد الموجودة هناك، وطبعا شارع أثري جدا. في مجرد ما بتمشي هناك بتحس ريحة التاريخ موجودة هناك في هذا الشارع. طبعا شارع المعز واحد من أشهر شوارع مدينة القاهرة القديمة. الشارع المعز هو الشارع الرئيسي لمدينة القاهرة اللي بناها جورة الصقلي من 1050 سنة. الشارع الأعظم والقصب العظمى زي ما قالوا عليه المؤرخين، ولحد النهاردة هو فعلا شارع مميز جدا بالنسبة للأسر الإسلامية. الشارع ده يعد متحف مفتوح للأسر الإسلامية على مستوى العالم، أكبر متحف للأسر الإسلامية مفتوح. الشارع بتاعنا بيضم مجموعة متنوعة من الأسر الإسلامية، سواء كانت أثر منشآت حربية أو مدنية أو خيرية. الشارع بتاعنا فيه طبعا أثار كتير جدا، منها سور المدينة القديم اللي هو السور الشمالي لمدينة القاهرة، وعندنا طبعا الشارع زي ما بنقول إنه ممتد من شمالها من باب الفتوح لحد باب زويلة في الجنوب. طبعا قبل شارع الأزهر في سنة 1930 لما الملك فؤاد شقه. شارعنا شارع المعز هو من أشهر الشوارع زي ما قلنا من أيام الدولة الفاطمية، يعني لحد النهارده زي ما بنقول، يعني هو متحف مفتوح للاثار الاسلاميه. لما بناه جوهر الصقلي كان في الاساس ان دي المدينه الرئيسيه اللي هيحكم منها من خلالها الدوله الفاطميه والخليفه الفاطمي مصر كلها، وبعد كده دخلت مجموعه من الدول الاسلاميه الثانيه زي بلاد الحجاز وبلاد الشام، كان سيطره الفاطميين عليهم سيطره يعني شبه فعليه كده شويه. الشارع المعز لما كان فيه القصر الحاكم او قصر الخليفه الفاطمي اللي هو القصر الشرقي الفاطمي، حكم منه كل البلاد الاسلاميه دي كلها. من بعد الفاطميين الايوبيين بييجوا برضو وبيعملوا بيحاولوا ان هم يقضوا على المذهب الشيعي اللي كان موجود، ما بيسكنوش شويه. صلاح الدين الايوبي ما رضيش ان يسكن في الاصول الفاطميه. بعد كده المماليك برضو حطوا كل اثارهم وبنوا كل اثارهم في شارع المعز كشارع رئيسي في المدينه، عشان كده بنلاقي دايما اثار المماليك كتير جدا في الشارع، كل اثار المماليك وخاصه المساجد، وفي طبعا قصر الامير بوشتاك كلها جنب بعضها.
اثارنا الاسلاميه، وكل خليفه وكل سلطان وكل حاكم بيحكم كان بيحكم مصر سواء في الدوله المماليك كان لازم يحط بصمه في شارع المعز. بصمته دي الاثر اللي كان بيبنيه اللي بيخلد اسمه على مر التاريخ لحد النهارده. طيب في ناس كتير لما بتروح شارع المعز يعني بتربط ما بين شارع المعز خان الخليلي، بيبقوا بيتمشوا كده في رمضان طبعا، شوفوا الحرف التقليديه هناك، بيبقى في الاجانب بيبقوا حريصين برضو ان هم يروحوا هذا الشارع، ولكن في ناس كتير بتنسى او مش عارفه قوي ايه الحاجات اللي موجوده او المفروض ان هي تبقى حريصه ان هي تروح تزورها تتفرج عليها ايضا في هذا الشارع، مش مجرد بس ان هو روحه حلوه او الناس بتتمشى فيه، ولكن بتبقى فيه هناك حاجات زي ما حضرتك قلت هو متحف مفتوح لجميع الناس. طبعا وزاره الاثار عملت خطه في شارع المعز، كانت فعلا حاجه جميله جدا ان يعمل الشارع ده هو متحف زي ما حضرتك بتقولي كده، متحف مفتوح للاثار الاسلاميه. اللي عملت ان التذكره واحده بس بتزور بيها 8 اثار موجودين في الشارع بنفس التذكره بنفس سعر التذكره، بتشوف فيها اكتر من اثر موجود، سواء كان مجموعه مثلا زي مجموعه السلطان الاون، بتشوف قبه ومدفن ضريحي، بتشوف بتاع صلاح الدين ايوب، بتشوف قصر الامير بوشتاك، في حمام السلطان انال، في سبيل عبد الرحمن كتخوده، في سبيل سليمان اغا صلاح دار، بتشوف كمان جامع الحاكم، بتتفرج على اسوار من القاهره، ده كله بنفس التذكره الموجوده الموحده. فديت كانت ميزه كويسه قوي ان بيربط الجاي الزاير، مش هتتفرج على اثر واحد بس وتمشي ولا انا ليه اخش اثر تاني، لا انت هتزور كل اثار المجموعه دي كلها، ونفس التذكره هي ب 5 جنيه للطلبه وب 10 جنيه للمصري، 8 اثار موجوده في الشارع المفتوح. اهم الاسبله برضو اللي موجوده في هذا الشارع، حابه تعرف اكتر برضو عن في كذا سبيل هناك في موجود هي الاسبله المعيز. عموما دايما السلاطين والامراء، عشان هي كانت طبعا دي منشات خيريه مكلفه جدا بالنسبه للسلاطين والامراء، فكان هم دول اللي بينشوها، ما كانش عامه الشعب يقدر ان ينشئها. السبيل عموما هو مكان مفتوح، مكان خيري، منشاه خيريه بيتم انشائها علشان الناس تشرب ميه مجانا، ده كله تقرب لله بيعملها السلاطين والامراء، تقرب لله، ودايما بتتعمل الاسبله وخاصه الاسبله الكبيره بتكون موجوده في الشوارع الرئيسيه. من عندنا اشهر الاسبله الموجوده في شارع المعز، عندنا سبيل محمد علي، او سبيل اللي عمله محمد علي على روح ابنه اسماعيل، ده سبيل طبعا هو دلوقتي تم تحويله وتم استخدامه كعادة استخدام من تاني، هو بقى متحف النسيج المصري دلوقتي، واحد من اشهر المتاحف اللي موجوده تقريبا على مستوى مصر كلها، المتخصصه في عرض النسيج من العصر الفرعوني لليونان الروماني للقبطي للاسلامي. عندنا كمان سبيل تاني عبد الرحمن كتخوده، ده دلوقتي تم تحويله كمركز بيع مستنسخات اثريه، حاجات لسه مستنسخه حديثا تابع لوزاره الثقافه. عندنا كمان سبيل سليمان اغا صلاح دار، واحد من اشهر الاسبله الموجوده هناك في شارع المعز، واحد دايما اعتبره ان هو مفخره للفنان والمعمار المسلم، ان عمل تحت السبيل ده كل الاسبله لازم يكون طبعا تحتها خزانات او صهاريج للمياه. تحت سبيل عبد الرحمن سليمان اغا صلاح دار الخزان بتاعه 11 متر تحت الارض، وبيخزن في حدود 30 مليون لتر ميه، حاجه ضخمه جدا، يعني انا بعتبرها حاجه كبيره جدا بالنسبه للاثار الاسلاميه، ويعتبر اكبر خزان موجود تقريبا في شارع المعز كله. الخزان ده يعتبر الوحيد اللي ممكن نزوره في شارع المعز، وننزل ونتفرج على مدى امكانيه وقدره المعمار المسلم في سنه 1839 يعني عصر محمد علي. حلو جدا، يعني اللي يروح هناك سهل جدا ان هو ينزل ويتفرج كمان على الخزان، سهل الزياره ويتفرج على خزان. احنا لما كنا بنحكي للناس خزانات وصهاريج وتخزين ميه تحت الارض كانت شيء غريب قوي، انك اما لما اتفتح من 2004 بعد تطويره وبعد ترميمه الناس بقت تنزل وتشوف بعينيهم، في حاجه من الخيال ان هو تحت الارض ب 11 متر. والنهارده طبعا معروف ان المياه الجوفيه بتعاني منها طبعا مدينه القاهره واثار الاسلاميه كلها، فلحد النهارده و11 متر تحت الارض ما بنلاقيش اي اثر لمياه جوفيه خالص في صهاريج سليمان اغا صلاح دار. ده قمه الاعجاز الثاني، ان هو الفنان المسلم او المعمار المسلم قدر ان هو يحافظ على المياه الموجوده جوه الخزان طول ال 180 سنه من انشاء السبيل لحد النهارده. حلو قوي، لان انا عايزه الناس اكتر تروح، مش بس ان هي تزور المكان يتمشوا فيه، ولكن يعرفوا اكتر برضو عن التاريخ، يعرفوا اكتر عن المساجد، بيبقى فيه كذا تراث برضو للبناء هناك، يعني الناس بتبقى محتاجه تعرف اكتر عن التاريخ، مش مجرد بس ان هي تروح تزور المكان. طبعا توجهات المعالي الوزير والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الاثار الاسلاميه والقبطيه، ان يكون في كل قصر لازم يكون في اكتر من مفتش اثار موجود. اي حد مثلا بيزور القصر
على طول شارع المعز، بيكون المفتش موجود بيقدر ان يجمع مجموعه بيقدر ان هو اللي يخش بيهم ويشرح لهم الاثر ده كان ايه حكايته، ايه تاريخه، مدى الاستفاده منه ايه. في بعض اثارنا زي ما قلنا ان هو تم اعاده استخدامها من تاني، وبعض اثارنا دلوقتي مفتوحه كمزارات للسياح. طيب عايزه اتكلم اكتر عن البرامج الثقافيه بقى في شارع المعز لدين الله الفاطميه، بما اننا داخلين على شهر رمضان الكريم ودايما الناس بتبقى حابه تروح اكتر كمان للسحور وبيقضوا وقت هناك مختلف تماما. الفترة اللي فاتت طبعا قبل رمضان احنا كإدارة وعي أسر بمنطقة الجمالية متخصصين شوية في شارع المعز، فكنا كل أسبوع بنعمل زيارات مش في شارع المعز بس، لا بنحاول نزور كمان كل آثارنا الإسلامية الموجودة في القاهرة كلها. الحمد لله المجموعات معنا كويسة جدا، عدد كبير بنقدر ان هو نخرج ونفرج الناس المصريين، ما كانش طبعا مش متخصصين بس، المتخصص وغير المتخصص، لست البيت والولد الصغير والراجل الكبير، فده جميع الاعمار كمان. كل الاعمار وكل الفئات ومن مناطق مختلفه كتيره جدا، ومش وناس مهتمين بالتصوير وناس مش متخصصين خالص، فبننزل ونلف معاهم ونقول لهم المعلومه الخفيفه اللي هي ما تزعجش الولد الصغير ولا تزعج ست البيت. في ناس بالنسبه لها شويه الحاجات دي بتبقى ممله، فحلوه قوي ان انت تديها المعلومه بطريقه كمان غير مباشره، بنديها يعني. كمان المعلومة في قصة، لأن يعني معروف أن القصص دايما بتاعت المماليك بتاعت الفاطميين، قصة الدم الموجودة، قصة الاغتيالات، قصة المؤامرات اللي كانت موجودة بتشد دايما، والإثارة الموجودة في القصة بتشد الصغير وبتشد الكبير، فبنحاول نخلي الأثر وبنحكيه كقصة مش بنحكيه كمعمار أو كفن، لا بنحاول نقربه شوية للناس. من هنا بنبدأ إن احنا الناس تزيد معانا أكتر، الحمد لله إن شاء الله. الفترة اللي فاتت دي اتعملنا شغل كتير جدا، كان امبارح بس كنا في القناطر الخيرية، واحدة من ضمن المناطق الأثرية اللي يعني منسية شوية على خريطتنا السياحية. عملنا جولة الحمد لله امبارح كويسة جدا. الفترة اللي ان شاء الله اللي جاية ديت بتاعت رمضان، طبعا موضوع الجولات اللي احنا هننزل بيها الصبحية والكلام ده موضوع صعب جدا وثقيل قوي على الناس صعب، فالموضوع كنا السنة اللي فاتت عملنا مشروع نزلنا فيه بعد الفطار، فطبعا دلوقتي بعد شارع المعز المصريين كلهم عرفوا شارع المعز وبدأ ينزل فيه بأعداد كبيرة جدا، بقى موضوع صعب شوية. بنحاول نتواصل من خلال الفيسبوك، بنحاول نعرف الناس برضو أثرنا عن شارع المعز والأثار الإسلامية الموجودة في مصر كلها، كمان بنحكي عن كل يوم معلومة صغيرة طريفة عن أول يوم في رمضان حصل فيه إيه طول الفترات اللي فاتت، سواء في العصر الملوكي بنشوف أشهر الأحداث اللي حصلت في أول يوم في رمضان، تاني يوم في رمضان، وماشيين نتيجة لحد آخر يوم في رمضان، إيه الأحداث اللي مرت بيها مصر في الفترات. معلش تسمح لي أنا حابة أعرف بقى، أول يوم في رمضان فعلا كان في الفترات التاريخية كان مختلف إزاي، أو اختلاف في أول يوم رمضان على اختلاف الفترات. على مر العصور طبعا هو في عندنا حاجه اسمها طبعا ليله الرؤيه ديت قبل اليوم الاخير في رمضان، دي بيكون ليله كبيره جدا المصريين كلهم بيشاركوا فيها، وخاصه الخليفه نفسه بيكون موجود وبيستقبل اللي هو المنجمين اللي بيروحوا يستطلعوا الفلك، بيستقبلهم في قاعه الاحتفالات الكبيره بتاعته، ومن هنا بتبدا مصر كلها تضاء بالاناديل بالشموع، حتى المآذن نفسها بيبقى عليها رايات وبيبقى عليها اماكن لتعليق الاناديل نفسها. اليوم ده بيكون يوم مشهود طبعا زي ما احنا دلوقتي بنحتفل بيه، بس طبعا الاول كان بيبقى فيه اهتمام اكتر طبعا من الخليفه من السلاطين، ما كانش فيه طبعا لا تلفزيون ولا حاجه، فكان الاهتمام اكتر بالموضوع ده. المعروف مرتبط مجموعه من الاحداث، مجموعه من الحاجات اللي احنا مرتبطين بيها لحد النهارده، زي الفانوس، زي الكنافه، زي القطايف. دايما اقول للناس حكايه اللي بنى مصر كان في القصر حلواني اللي هو الجوهر الصقلي، طبعا هو كان ولد صغير موجود في جزيره الصقليه، جه هنا على مصر، كان اهله وعيلته من زمان معروفين بصناعه الكنافه والقطايف والحاجات دي كلها، فمن هنا لما جوهم ودخلوا مصر عملوا واشاعوا موضوع صناعه الكنافه والحلويات والقطايف، وخاصه في شهر رمضان. الفاطميين كان همهم اكبر ان هو يقربوا للمصريين، وخاصه ان هم كانوا شيعه الفاطميين، فحاولوا ان هم يقربوا للمصريين من خلال الحلويات ومد الاصمته ومد، وخاصه كان في اول طبعا في يوم رمضان بيتعمل صمات او بيتعمل زي موائد الرحمن كده بالظبط، بس حاجه ضخمه جدا بيتعزم فيها كبار رجال الدوله والخليفه، وبعد ما يخلصوا الشعب بياكلوا، كمان مسموح للمصريين هم ياخدوا اجزاء من الاكل ده لبيوتهم عشان زوجاتهم واولادهم. المصريين طبعا كانوا مهتمين جدا بالموضوع ده نظرا للاهتمام الخليفه الفاطمي ان هو يحاول ان هو زي ما بيقولوا يحط السم في العسل زي ما بيقول، يعني ان ياكل المصريين ومن خلال ان يقرب المصريين ليه علشان ينشر المذهب بتاعه
اللي هو المذهب الشيعي. مرتبط عندنا طبعا فانوس رمضان باستقبال المصريين للخليفه الفاطمي المعز لدين الفاطمي لما دخل مصر بعد 4 سنين من تاسيس المدينه. بيستقبلوا المصريين باناديل وبالفوانيس قدامه وهم ماشيين، فعلشان كده ده كان في رمضان، فعشان كده استمرت الموضوع حكايه ان الفانوس مرتبط برمضان. كمان كان في حاجه ايام الخليفه الحاكم اللي هو امر السيدات ان هم ما ينزلوش الصبح خالص في ايام رمضان علشان ما يعملوش فتنه للمسلمين، فعلشان كده السيدات كان مسموح لهم الخروج بعد المغرب، ولازم يكون قدامهم ولد او طفل غلام صغير ومعاه فانوس ينور قدامهم الشارع، وعشان كده المصريين او حد ماشي في الشارع ولا حاجه يشوف ان في نور جاي، يعني في سيدات ماشيين، فيركن على الجنبين عشان يوسع لمسيره السيدات اللي ماشي. ومن هنا ارتبط الفانوس برمضان اللي احنا لسه لحد النهارده بنحكي. واصلا المكان نفسه في شارع المعز والمنطقه المجاوره لشارع المعز احلى اماكن واحد يجيب منها الفوانيس رمضان وزينه الخيمية رمضان وتحت الربع بالظبط، بتبقى مكان جميل. طب حابه اتكلم اكتر عن الحرف التقليديه، الحرف اليدويه هناك. الحرف اليدويه للاسف الشديد معروف عنها ان هي كانت مهملة لفترة كبيرة جدا، ولكن في شارع المعز والمنطقة المجاورة ليه بنشوف بصراحة حرف جميلة قوي، والواحد بيبقى حريص جدا ان هو يجيب الحاجات دي من هناك. عايز اتكلم عن الاهتمام بالحرف التقليدية هناك. طبعا الحرف التراثيه واليدويه بدات انها تنقرض شويه، بدا ما بقاش فيه اهتمام شويه من الدوله نظرا اللي موجود طبعا الصناعات الميكانيكيه الموجوده فدلوقتي. لكن شارع المعز لسه فيه صناعيه القدام، لسه بيدربوا اولاد صغيرين لحد النهارده. كمان عندنا في معهد الحرف التدريب الحرف الاثريه ده موجود تابع لوزاره الاثار، بيعمل وبيرمم اثار الاسلاميه، فعندنا صناعيه ممتازين، ومعهد كمان بيدرب شباب اللي هو اللي بيحتاج تدريب ولا حاجه ممكن يشترك في المعهد. كمان عندنا كان لسه فتره يوم التراث العالمي متحف النسيج مع الوزاره عملوا معرض للمنتجات اليدويه، كان يوم 18 ابريل اللي فات ده. جالنا ناس كتير جدا من جميع المحافظات، جالنا من الوادي الجديد، من الشرقيه، من القاهره، جالنا فنون بدات انها تظهر فعلا على السطح. لقيتوا اقبال كبير جدا من الناس، وبداوا حتى البيع المنتجات ديت ما كانش حد يتخيل ان فيها في نسب للبيع، لكن لا اليوم كله كان جميل جدا وكان في نسب بيع كبير قوي. الناس بتهتم بالصناعه اليدويه دلوقتي، نهتم حتى بالمنتج اليدوي احسن من المنتج اللي هو اللي بقى ماسخ دلوقتي. لا وحتى في الشباب كمان والمشروعات بتاعت الشباب ابتديت اشوف فيه الاعتماد اكتر على الحرف اليدويه او الحرف التقليديه. معظم اللي كانوا بيعرضوا اصلا كانوا شباب في المعرض ده. ما ده الحلو جدا لان هي كانت مرتبطه اكتر بالاعمار الكبيره شويه في السن، ولكن لا بالعكس الموضوع لا بدا ان هو في مشروعات بتبقى الحالي بالذات دلوقتي ولاد وبنات ما شاء الله بيعملوا منتج كويس جدا، فالوزاره مهتمه قوي انها تشجع المنتج اليدوي ده عشان تزرع على السطح من تاني من خلال اكتر من معرض بيتعمل. عندنا كمان بالنسبه لرمضان الوزاره طبعا مع وزاره الثقافه صندوق التنميه الثقافيه عاملين اكتر من فعاليه في شارع المعز. عندنا في مسرح الشعر، عندنا في بيت الخرزاتي وبيت السحيمي صندوق التنميه الثقافيه في اكتر من 17 او 20 يوم طول شهر رمضان عاملين في عروض دايما بعد الفطار، ده عروض مستمره طول 20 يوم بتوع رمضان. كمان عندنا في قصر الامير بوشتاك في فعاليات هناك، وبيت الغناء العربي في تابع لصندوق التنميه الثقافيه. عندنا المسرح اللي بيتعمل عند السور الشمالي مع التنميه الثقافيه برضو، في بيت العود موجود فيه، فوكاله الغوري مستمرين طول شهر رمضان بيعملوا تقريبا 20 يوم عروض مستمره بعد الفطار، ده كله مجاني طبعا للناس، ده كله عشان برضو لزياده الناس انها تعرف ايه شارع المعز، لما تنزل هتتفرج عليه بالليل الجمال والاضاءه طبعا الموجوده فيه، هتيجي الصبحيه لا انا عايز اتفرج على الاثار دي. ربنا يسهل ان شاء الله يكون في خطه للوزاره ان يتفتح شارع المعز بالليل وخاصه في شهر رمضان، لان في اعداد مهوله موجوده في الشارع نفسنا تتفرج على الشارع على اثارنا بالليل، وربنا يسهل ان شاء الله يكون. انا كنت حريصه اكتر كمان ناس تعرف من حضرتك على كل الفعاليات اللي حضرتك لسه ذاكرها دلوقتي، لانهم بيبقوا مش عارفين طب ده هيبقى موجود فيه، يعني الغوري هيبقى موجود فيه ولا لا، بيت العود هيبقى موجود فيه ولا لا، وبعدين بيبقى ليها طابع مختلف تماما في رمضان كمان. هو طبعا اللي بيعمل الفعاليات دي واللي بيجهز لها او صندوق التنميه الثقافيه اللي هم موقع على الفيسبوك طبعا، وعندهم الموقع بتاعهم في جدول بينزل على مدى 21 يوم تقريبا، اول اسبوع بينزل تقريبا بعد الخامس يوم من رمضان، بيبدا الفعاليات بتاعتهم دايما من 8:30 بعد صلاه العشاء، ممكن تقعد ساعتين تقريبا ل 10:30 ده يوميا، سواء كان في السحيمي في
مسرح الشاعر، المناطق بقى الموجودة هناك كلها كتيرة جدا في شارع معز، وأكتر من فعالية في نفس اليوم. طيب اسمح لي أتكلم أكتر عن الوعي الثقافي للزائرين، للمصريين المتواجدين أصلا في شارع المعز وفي المناطق المجاورة اليوم. زي أقدر أنمي الوعي الثقافي، خاصة أن احنا زي ما قلنا عندنا أماكن جميلة جدا بصراحة، والواحد محتاج يعرف أكتر عنها ومحتاج يحافظ عليها كمان برضو. دايما اقول ان احنا لو رحنا خبطنا على البيوت كده وقلنا يا ناس تعالوا اتفرجوا على اثاركم، تعالوا لا ما ترموش زباله قدام البيت قدام الاثار، ما اهتموا شويه باثاركم، انا شايف ان ده شويه يعني فكر يعني مش هيوصل النتيجه اللي انا عايزها. لا الناس بتبقى بتسمع المعلومه بتطلع على طول من الودن الثانيه ولا كانها مش صعب. موضوع التوجيه ده صعب شويه، ما حدش هيسمعني كتير. لا احنا عملنا فكر تاني ان احنا هاخد الناس من مختلف الاعمار زي ما بنقول، ننزل بيهم زيارات في الاماكن ديت. الناس الساكنين اللي هم اللي ساكنين في الاثار اللي ساكنين جنب الاثار بيتفرجوا ايه الناس الغريبه دي، ايه دول برضو مصريين زينا ما همش اجانب جايين يتفرجوا على الاثار، لا يبقى احنا ساكنين في منطقه كويسه ممكن نستفيد منها. بتغير فكر اللي ساكن قدام البيت. يعني اكتر من مكان احنا زرناه زي مثلا في شارع المعز بنتفرج على سور القاهرة الشمالي، ناس كتير جدا من المنطقة بيجي ينضموا معايا وانا في الزيارة عشان يخشوا، احنا من زمان جدا ما دخلناش من هنا، من زمان بعد التطوير ده احنا نفسنا نشوف ايه اللي جوه السور ده، فبييجوا معانا وبيهتموا ان هم يتفرجوا فيه مع انهم اصلا عايشين هناك، انهم عايشين جنبي. بس لما شافوا عدد كبير، ايه المصريين دول اللي جايين يتفرجوا على المكان الغريب ده، ده قدامنا واحنا مش عارفين ايه قيمته. من هنا بيبدا يهتم. من هنا كمان لما يشوف ان في اعداد بتجيله من مصريين برضو من مناطق مختلفه علشان يجي يزور الشارع ده، لا بيهتم المصري ده كان عايز ايه، عايز ياكل، عايز يشرب، عايز ازازه ميه ساقعه، عايز كده، فممكن يغير فكره خالص، لا المصري ده ممكن استفيد منه. فبيغير بدل ما هرمي زباله، لا انا هنضف قدام الاثر ده عشان يجي لي اعداد اكتر، ومن هنا ممكن اشغل المحل بتاعي مهما كان صغير، هفتح بوتيك صغير، هفتح بازار صغير، هقدر ان اروج لتجارتي. وده اللي حصل في شارع المعز بعد تطويره، بعد ما كان من 2000 ل 2004 ده في كان موضوع التطوير في شارع المعز سواء كان ترميم اثاره او تطوير الشارع نفسه. محلات كتير جدا غيروا نشاطهم من محلات بقاله، من محلات بيعشيش، الكلام ده كله لبازارات، لمطاعم يعني مستوى كويس جدا، ده بتخدم الزائر اللي هو جاي المنطقة، فبيغير فكر اللي هو كمان كان عندنا في شارع المعز حاجات ملوثة جدا للبيئة، حاجات مسابك، الكلام ده كله بعد التطوير غيروا نشاطهم، لأن خلاص ده ما بقاش يخدم زي ما بنقول أكل عيش ومنقى صح، لا أنا اللي هيخدم دلوقتي المنطقة وهيخدمني وهيخليني مثلا إن أرتقي بمستواي حتى الشخصي، إن هعمل بازار، إن هعمل مطعم كويس. اصل ايا كانت هي مصلحه تخدم. متبادله. طبعا يعني في الاخر المواطن هيبقى مستفيد، حتى لو مش مستفيد من ناحيه ان هو لو عنده مكان هناك مثلا خاص بيه، ولكن مستفيد من ناحيه حتى النظافه. طبعا يعني شارع المعز في شركات نظافه متخصصه، وفي لسه يعني في شركه جديده مستلمه كمان شارع المعز مع التامين مع الامن والنظافه كمان في شارع المعز، يعتبر وجهه فعلا للاثار الاسلاميه. طيب انا كنت حابه اتكلم عن التطوير، انا عارفه ان الوقت مش معانا قوي، ولكن التطوير كان مهم قوي في الفتره دي، لان الاثار عاده معروف عنها ان هي مع الوقت طبعا محتاجه تطوير جامد جدا، الناس لما بتروح هناك وبتشوف الحاجه بشكل بتبقى مهمله ما بتبقاش عايزه حتى تروح تاني، ولكن التطوير اللي حصل بصراحه تطوير يعني يشكر عليه جدا من كل الجهات اللي كانت قايمه عليه. كمان في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله في فكر للتطوير كمان، ان اعاده استخدام الاثار مره ثانيه. يعني عندنا القاهره التاريخيه عامل مشروع في وكاله قايتباي اللي موجوده جنب سور مصر القديمه، السور الشمالي عند باب النصر، هناك الوكاله دي بتتحول دلوقتي كفندق تراثي. كمان عندنا منطقه بيت القاضي واخدين اسم الجماليه، واخدين اداره الدمغه والموازين عشان يتعمل برضو، تم تطوير المنطقه وهيتعمل المبنيين دول كفندق تراثي كمان. ففكر التطوير وفكر استخدام الاثار من تاني ان شاء الله ماشيين فيها بمراحل كويسه جدا ومستمرين فيها. عندنا اكتر من قصر طبعا بيترمم في شارع المعز، عندنا الصيانه طبعا مستمره علشان ما تحصلش مشاكل في اثارنا، شركات النظافه موجوده طبعا في اكتر من اثر، ده كله عشان يزيد الزائر اكتر ان هو يستمتع ويزيد الاعداد بتاعه المصريين وطبعا الاجانب ان شاء الله بعد كده. وبصراحه تشكروا عليه جدا كمان الشغل، مش بس في شهر رمضان او علشان شارع المعز بيبقى الاقبال عليه اكتر في هذا الشهر الكريم، ولكن على مدار السنه الافكار اللي حضرتك قلتها لي، النصايح اللي بتدوها للناس،
يعني الوعي الثقافي اللي بيزيد كله على مدار السنة مش بس بمناسبة اللي عندنا الشغل في الوزارة هو على مدار حتى الشغل بتاعنا طبعا لحد الساعة 5 مفتوح الأسرة من 9 من 8 الصبح للساعة 5 كمان الشغل بتاعنا مفيش حاجة اسمها أجازات خالص أيام الأعياد أيام الأجازات الرسمية مفيش أجازات كمان غير شغل التأمين طبعا موجودة المفتشين موجودين في المطار 24 ساعة مع الأمن والحراسة طبعا تمام يا فندم أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا جدا أستاذ محمد خليل المشرف العام على إدارة التنمية الثقافية والوعي الأثري بالجمالية بشكرك شكرا جزيل جدا على كم هذه المعلومات القيمة وطبعا أنا بأناشد كل مصري إن هو يروح مش بس شارع المعز لدين الله الفاطمي ولكن في أماكن كتيرة هنا في مصر لازم نعرف عنها أكتر لازم نقرأ عن تاريخنا أكتر نزور الأماكن دي لأنها بصراحة أماكن بتستحق إن احنا نروحها أماكن جميلة شارع المعز لدين الله الفاطمي حابين إن احنا النهاردة في هذه الفقرة إن احنا كنا نقول لكم كل البرامج الثقافية خلال شهر رمضان الكريم كل سنة وحضراتكم طيبين ولكن هذه برامج ليست فقط في شهر رمضان الكريم وعلى مدار السنة أيضا كل اللي حابب يروح شارع المعز الأماكن المجاورة ليه هيتبسط جدا في هذا الشارع الجميل كل سنة وكل حضراتكم طيبين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم طيب هذه الفقرة كده انتهت ولكن اسمحوا لنا نروح مع بعض الآخر الأخبار الاقتصادية مع زميلي حسام عاطف ونستكمل مرة أخرى هذا الصباح.